كان شفت فيلم سلام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. اهلا وسهلا ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا دوزتوا اليوم الجمعه المباركه بصحه جيده وخالي من المشاكل والفيروسات. مباشره من تطوان مع معتكف، شنو رايكم في اعتقال لاعب فريق المغرب التطواني يوسف ترابي المتهم بالعربده والسكر؟ القضيه عنده فيها اعتداء. دائما متابعينا تنجيب لكم الاخبار الحصريه وخاصه بعد الضجه اللي دار لاعب فريق المغرب التطواني يوسف الترابي اللي تم اعتقاله اول امس من طرف شرطه مرتيل بمنطقه كابو نيغرو على اثر السكر العالمي البين، ومتهم طبعا بالسكر والعاء اربده، وتم اعتقاله وتم وضعه تحت الحراسه النظريه بمفوضيه الشرطه بالمضيق، فيما هنا خلق له موضوع اخر ومشكل اخر بعد ما تم الاعتداء على احد عناصر الشرطه. اليوم تقدم في حاله اعتقال بعد ما قضى 48 ساعه الحراسه النظريه امام السيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه تطوان، بعد ما كان كينتظر الكل انه اليوم يغادر المحكمه في حاله صراح بالكفاله، تيتفاجأ الكل انه عنده ملف اخر بعد ما اعتقلت الشرطه ديال المرتيل اللي كانت عنده التهمه ديال السكر العلني والعربده وعلى العموم الضجيج. بعد اتضح انه ملي كان في الحراسه النظريه وقع له مشكل اعتداء على عنصر امني رجل شرطه بمفوضيه المضيق، وملي تقدم امام السيد وكيل الملك تم تمديد الحراسه النظريه من اجل تعميق البحث طبعا بتعليمات من النيابه العامه المختصه. إذن الخبر ديال الاعتقال اللاعب يوسف الترابي اللي استنكروه مجموعة ديال جماهير فريق المغرب التطواني اللي استنكروا هذا التصرف وهذا العربدة وهذا السكر. وهنا هذه مناسبة أننا نقولوا راه مجموعة ديال الأغلبية ديال اللاعبين فرق احترافية على المستوى الوطني ماشي على تطوان طبعا تيسقطوا في هذا المشكل وفي هذا الفخ اللي تيسيء للفريق وتيسيء للمدينة والجمهور والرياضة في حد ذاتها، لأن الرياضة ثقافة وأخلاق. الغريب في الأمر متابعينا هو أن الظاهرة ديال السكر والعربدة والسياقة بسرعة ولا بدون رخصة سياقة عفوا احيانا كاين بعض اللاعبين، وهنا كنستحضروا اللاعب ايوب الكحال اللي كان تم توقيفه في وقت سابق بدون رخصه السياقه عفوا. اذا دائما متابعينا احنا معكم في هذه الجوله، بغينا ارائكم بغينا تعليقاتكم هذه الظاهره ديال بعض اللاعبين في الفرق الاحترافيه في البطوله الوطنيه اللي تعتبروا راسهم احيانا فوق القانون، وهذا الشيء طبعا تيسيء. علمت شوفت في كذلك ان فريق المغرب التطواني انه اللجنه طبعا فيما يخص الاجراءات اللي تتخذ اللجنه التاديبيه كانوا كينتظروا اليوم الخروج ديالو في حاله صراح، ولكن للاسف انه تم تمديد الحراسه النظريه من اجل تعميق البحث لمده 72 ساعه مع ملف اخر للاسف. فيما اكدت بعض المصادر انه كاين مجموعه ديال الاشخاص باغيين يجمعوا ويطويوا في هذا الملف هذا، الا انه الموضوع ديال الاعتداء على الشرطي ربما يشد منحى اخر. على العموم ما بغيناش نسمعوا انه يتم اعتقاله او وضعه في حاله اعتقال في السجل لا قدر الله بسبب الاعتداء، ولكن من اخطاء من الانسان هذه الاخطاء في حال هكا خصو يتعلم منها ويتفاداها كذلك، لان السكر دائما عنده مشكل متسبعين. اذا دائما احنا معكم في هذه الجوله الليليه مع هذا الموضوع، شنو رايكم في هذا التصرف اللي طبعا هو غير قانوني وغير مسؤول ديال اللاعب اللي خارج سكران محيح مع العربده والروينه كما تنقولوا؟ هذا هو المشكل. اذا دائما متسبعين احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحوم البيضاء في هذه الاجواء الليليه 10:45 دقيقه، اقل من 15 دقيقه تفصلنا عن اغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم هنا في مدينه تطوان. اذا دائما شنو رايكم في هذا؟ طبعا كذبت مجموعه ديال المصادر انه هي فضيحه من العيار الثقيل، كاين اللي تيقول خصو يتعاقب، كاين اللي كيقول خصو يتحمل هذه المسؤوليه طبعا، لان ما يمكنش لاعب ديال الفريق في القسم الوطني الاول البطوله الاحترافيه وما اكثرهم، لان الحقيقه الظاهره مجموعه ديال اللاعبين في مجموعه ديال الفرق الاحترافيه هالشيشه هالمخدرات هالشراب، وطبعا هادشي تيسيء في الحقيقه، لان الرياضه في حد ذاتها رياضه ثقافه واخلاق. ثقافه واخلاق
طبعا الجماهير ديال تطوان بدورها كتستنكر هذا التصرف، كتعتبر انه اي لاعب كما كان نوعه سواء داخل الفريق المغربي التطواني او اي فريق كيف ما كان، ملي كيوصل للمستوى ديال الانسان يبقى يشرب والمخدرات والشيشه وبعض التصرفات والعربده وبعض المشاكل، طبعا من الافضل انه يغادر الفريق في صمت دائما. دائما المتابعين احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحوم البيضاء ديال الاجواء الليليه، تحيه لاسماء، تحيه ليونس، تصرف لا مقبول، الرياضه اخلاق، اكيد يونس الرياضه ثقافه واخلاق. اذا في انتظار غدا ماذا تقرر النيابه العامه في هذا الملف ديال يوسف الترابي لاعب فريق المغرب التطواني اللي تم الاعتقال ديالو بمنطقه كابو نيغرو من طرف امن المرتيل، ولكن للاسف كما قلت هاد الامور في حركه كتاسف في الحقيقه، وما بغيناش نشوفوا اللاعبين ديالنا بهذا المستوى. اسماء كتقول الله بالصحه اخي الكريم، الله يهدي ما خلق، اذا الله يهدي ما خلق طبعا ونطلب الله الخير، هذا هو الاهم. طبعا هذا الشيء تاسف والله يحسن العوان الاسره ديالو، خاصه علي ما تشوف تي في ان الام والاب والاخ ديالو حال طر حال في البوابه ديال المحكمه الابتدائيه، كانوا كينتظروا انه يتم اطلاق السراح ديالو، ولكن شاءت الاقدار انه يتم تمديد الحراسه وتعميق البحث على ضوء المشكل اللي خلق الثاني. بمعنى ان المحضر الاول كان ديال السكر العربده من طرف الشرطه ديال مارتيل، ونظرا الاصلاحات اللي كتعرفها مفوضيه ديال الشرطه ديال مارتيل، يعني الجيور او المكان ديال الحراسه النظريه تيتم فيه اصلاحات، تيوضعوا المعتقلين في المفوضيه الشرطه ديال المضيق في داخل هاد الجيور، يعني في منطقه ديال الحراسه النظريه، اعتاد حسب مصادرنا الخاصه على عنصر الشرطه اللي كان في الديمومه. اذا متابعينا دائما احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحوم البيضاء، لاحظوا الاجواء وبغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لان هذا الموضوع ديال الاعتداء والسكر العلني والعربده طبعا تيأسف كما قلنا، وما بغيناش نشوفوا مثل هاد الحالات بالنسبه للاعبين ديال مختلف الفرق المغربيه في البطوله الاحترافيه، لان ملي كتشوف لاعب يعني عنده كما تنقولوا عنده المكانه ديالو، ولكن للاسف شرب هو تيخلق مشكل دائما، وهذه من بين الاسباب اللي كتجعل الانسان كيفقد السيطره ديالو. اذا بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. تطواني وراسي علي يقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا. بغينا ارائكم متابعينا، واش كتعتبروا ان التصرف عرضي وعفى الله عما سلف، ام انه الانسان خصو يتحمل المسؤوليه؟ خاصة هو شخص يعني ما نقولوش انه شخص غير عادي، ولكن كيبقى لاعب محترف ديال الفريق تطوان من مدن المحافظه طبعا، ولكن هذا الشيء تيأسف في الحقيقه، خاصه ملي كتشوف بعض اللاعبين كل واحد كاين اللي تيكون السكر علني والسياقه وكيدير حادثه سير، وكاين اللي السكر والعرباده والصداع، كل واحد والظروف او المشاكل اللي تتخبط فيها كتجعلو انه يطيح في هذا الفخ. ولكن هذا الموضوع ديال الاعتقال ديال اللاعبين في مجموعه ديال التخصصات مشا كره القدم، يعني او فنانين او مشهورين او مسؤولين، طبعا هذا الشيء تيسيء. طبعا ملي كنهضروا على السكر والعرباده راه احيانا تلقى مسؤول اما رئيس جامعه ولا رئيس مجلس اقليمي او مسؤول في قطاع معين، تيسكر صافي تيفقد السيطره وتيبقى يمشي في شي امور اللي ماشي هي هذيك، طبعا هذا الشيء تيأسف.
إذا دائما متابعينا كنشوف تابعنا معكم في هذه الجولة الليلية عبر شوارع الحان البيضاء. قولوا لنا من كتسمعونا وكيفاش دايره الأجواء في المناطق ديالكم. عبد الله الشاوي يقول هذا الشيء عادي في المغرب. لا ماشي عادي سي عبد الله، لأنه القانون قانون، حصلتي تأدي الثمن. باش نكونوا واضحين، ما يمكنش أنت سكران وماشي كتسوق السيارة ديالك، كتسوق السيارة ديالك ممكن لا قدر الله أنها تسبب في حادثة سير، واللي أغلبيتهم كتكون هاد الحالات كتكون حادثة سير مميتة بسبب هاد السكر العالمي والعرب هذا. طبعا الناس السرعة المفرطة، الإنسان سكران ما كيعرفش شنو تيعمل، تيمشي بواحد السرعة والعقل غايب لا قدر الله. وهنا كنشوفوا أحيانا أي واحد تيكون مخمور، إلا وكتكون شي حادثة سير لا قدر الله خطيرة وخطيرة بزاف. من تطوان دائما متابعينا، احنا معكم في هذه الجوله. منير يقول القانون فوق الجميع. اكيد اكيد القانون فوق الجميع. هذه هي الاجواء ديال تطوان الليليه. احنا على مقربه من المحكمه الابتدائيه ديال تطوان، اللي في هذا المكان، في هذه البنايه اللي تقدم فيها اللاعب فريق المغرب التطواني في حاله اعتقال بعد ما دوز 48 ساعه الحراسه النظريه أمام السيد وكيل الملك، اللي حاله في حالة اعتقال كذلك من أجل تعميق البحث هنا في المحكمة الابتدائية متسبعين، اللي غدا يتم تقديمه في حالة اعتقال قادما من مفوضية الشرطة بالمضيق. إذا هذه هي البناية ديال المحكمة الابتدائية متسبعين. هنا تقدم اللاعب يوسف الترابي بعد ما تم اعتقاله للأسف بالسكر والعرب هذا، ولكن ملي كان تحت الحراسة النظرية يعني وقع مشكل آخر ديال الاعتداء، قضية فيها الاعتداء كذلك. نتمنوا بالفعل الله يهدي ما خلق، ما بغيناش نشوفوا اللاعبين أو أي شخص كما كان نوعه في حالة السكر، خاصة ملي تنهضروا على واحد الشخص اللي كيلعب في واحد الفريق في واحد المدينه اللي هي محافظه، ماشي بالضروري تكون مدينه محافظه ولا ماشي محافظه باش نكونوا واضحين، لان هذه القضيه ديال السكر والعربده دائما كتكون الامور عندها سلبيات ديالها. والله يحسن العوان، هنا في هذا المكان كان الام ديالو والاب ديالو والاخ ديالو القادمين من الرباط جاوا، الله يحسن العوان الله يسمح لنا من الوالدين. اذا من تطوان هذه الاجواء الليليه، هذه الاجواء الليليه ديال مدينه تطوان الحان البيضاء. قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم في هذه اللحظات، ونتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. وتحيه الجاليه المغربيه وتحيه لكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. قولوا لنا شنو رايكم في هذا التصرف ديال لاعب فريق المغرب التطواني اللي تعتقل ومازال في حاله اعتقال. اكيد الكل كان كينتظر انه اليوم يغادر المحكمه بعد ما تقدم، ولكن للاسف بان انه كاين ملف اخر ديال الاعتداء على ضوءه تم ارجاعه من اجل تمديد الحراسه النظريه 72 ساعه وتعميق البحث اللي غيتقدم غدا، ونطلبوا الله الخير على العموم. ولكن كما قلت الاراء كتختلف، كل واحد شنو تيقول. كاين اللي تيقول خص يتحمل مسؤوليته ويتم الادانه ديالو، كاين اللي تيقول لا الله هذا انسان خطا، ولكن الخطا الاول ديال السكر العرب هذا رجع مشكل ثاني ديال الاعتداء على عنصر امني داخل مفوضيه الشرطه في المكان ديال الحراسه النظريه. إذا هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. غادي طبعا ما بغيناش الحقيقة شي يستمر بهذه الطريقة، ولكن كاين ناس اللي كتعتبر راسها فوق القانون، يا إما مشهور يا إما عنده علاقات يا إما كذا. غير تنقولوا لكل الأشخاص أن المغرب تبدل، باش نكونوا واضحين. هاد الأمور فحال هكا شحال هادي في سنوات خلات كان كي يعني ممكن اصلا، ولكن الان صعيب، الان صراحه صعيب، لان ديرها عايز زوينه توصل هذا هو السؤال. عملها عايز زينه توصل
توصل. تحية المحسين من وزان، تحية ليك وتحية لكل متابعينا من دار الضمانة. إذن هذه الأجواء الليلية 10:56، أنتم كتلاحظوا الأجواء ديال تطوان في هذه اللحظات. نتمنوا تقضيوا معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة، ونتمنوا كذلك الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنوا ترجع الحياة الطبيعية، ونتمنوا مابقاوش نشوفوا التصرفات وهذه السلوكات على الكل، ماشي على اللاعبين، على كل واحد، لأن حياتك الشخصية والفردية حياتك هذيك. ولكن ملي كتكون شخص ماشي مواطن عادي، يعني من الطنة ديال المواطن العادي اللي كنهضر، أن مسؤول، فنان، مشهور، لاعب، فريق إكس إيكغيك، كترجع أنك أنت الملك ديال الجمهور كذلك. ولكن ملي كتخرق القانون كطيح، كتسقط في شي ثغرة، كيبقى القانون طبعا هو القانون. إذن متابعينا دائما حنا معكم في هذه الدردشة عبر شوارع الحانة البيضاء. نتمنى الدعوات ديالكم اللي يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ترجع الحياة الطبيعية، ونتمنى كذلك ما نشوفوش مثل هاد الحالات في ربع المملكة، مش في تطوان بالمناسبة. ولكن ملي كتلقى لاعب ديال كرة القدم ومشهور ومر مجموعة ديال الفرق الرياضية، الفرق الرياضية عفوا، إذا هنا دائما تنطرحوا أكثر من سؤال: الرياضة ثقافة وأخلاق، هل بالفعل هاد اللاعبين أو هاد الأشخاص كيفما كانوا عندهم شي حس ديال المسؤولية في اتجاه الحياة ديالهم؟ لأن البارح وأنت شخص كتلعب الكرة في الحومة في راس الدرب عادي، لكن الآن رجعتي ملك ديال الجمهور، ملي كتعطي هاد الصورة يعني شنو غادي نقولوا الاجيال القادمه الصاعده بهذا الطريق؟ اذا دائما متابعينا احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحانه البيضاء، نتمنوا ما نبقاوش نشوفوا مثل هذه التصرفات وهذه السلوكات وهذه الاحداث المؤسفه. انا شخصيا اللي اسفني والله العظيم صدقوني، انني ملي شفت الله يسمح لنا الوالدين، ملي شفت الام والاب ديالو في البوابه ديال المحكمه الابتدائيه ينتظروا، بحال اللي كننتظروا صفاره الحكم نهايه المقابله، الكل كينتظر. ملي كتلقى الوالدين تينتظروا ماذا ستقرر النيابه العامه بعد ما تم تقديمه من السيد وكيل الملك، هنا كيبان انه كاين ملف اخر يعني ديال الاعتداء. طبعا ما بقاش عي الموضوع ديال السكر والسكر العلني والعرباده انه كفله وكيغادر المحكمه، ولكن للاسف. اذا دائما متابعينا احنا معكم في هذه الدردشه الليليه عبر الشوارع الحانه البيضاء، هذه الاجواء ديال تطوان. نتمنوا تقضيوا معنا اوقات جميله، وتكونوا استمتعتوا معنا كذلك في هذا المباشر بهذه الجوله الليليه عبر شوارع الحانه البيضاء، وانتم كتلاحظوا الاجواء الليليه كما قلت متابعينا احنا معكم في هذه الدردشه. نتمنوا الخير، نتمنوا مابقاوش نشوفوا هاد الصور بحال هكا، خاصة ملي كتلقى لاعب أو مسؤول أو أي شخص كيما في مكان النوع ديالو، عنده واحد المكانة، عنده واحد الصوت، عنده واحد الصورة ديالو، كتلقاه في حالة ديال السكر. صعيب هذا يقول واش عمرك سمعتو ميسي او رولاندو دار بحال هاد الحاله في الشارع العام؟ بنادم لعب 10 ديال الدقائق ديال الكره ولا باغي يغطي على يبان يتحمل مسؤوليتو. اوكي للاسف للاسف طبعا هذا هو السؤال. هما دو حالات معزوله كتوقع استثناء، ولكن دابا حنا كيكون مشكل واحد كيخلقوا مشاكل اخرى. دابا كتلقى الشخص تعتقل على السكر والعربده، وفي الكوميساريا كيحيح ويضرب ويغوت الاعتداء والروينه، يعني خلق مشكل اخر للاسف. وطبعا هذا الشيء تاسف، الله يحسن العام الوالدين ديالو قادمين من الرباط او من الدار البيضاء اعتقد، يعني هما بيتين هنا مخلوعين ماجين اعصاب تحت الستريس، وكينتظروا كانوا كينتظروا انه اليوم يخرج من المحكمة بعد ما تقدم، فإذا به
كيتفاجئوا ان كاين ملف اخر غيتم تمديد وحتى غدا غادي تقدم غدا شوف النيابه العامه كيفاش كيف المتابعه واش غاتابعوا في حاله صراح بكفاله او تابعوا في حاله اعتقال في انتظار شنو يمكن اللي وقع تزامنا مع الويكاند السبت والاحد للاسف. والسابعين غنشوف تي في نتمناو الدعوات ديالكم. شكرا لكم على التعليقات. تحياتي لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. كان معكم معتكف كالعاده. امين نلقاكم بخير في مباشر اخر. تصبحوا على خير. الى اللقاء.